Hola, bienvenidos a la clase del español para el segundo curso de secundaria. مرحبا في حصة اللغة الإسبانية للصف الثانوي. Primero vamos a saber lo que vamos a estudiar en la clase de hoy. النهاردة هنعرف الأول إيه اللي إحنا هندرسه في حصة النهاردة. Al final de la clase serás capaz de في نهاية الحصة هتكون قادر على. أول حاجة هنعرفها dar y pedir informaciones sobre casa. إعطاء وطلب معلومات حول المنزل. تاني حاجة هنتعرف عليها expresar localización. إزاي نعبر عن الموقع. تالت حاجة utilizar correctamente los verbos ser, estar y tener. هنعرف استخدامات أفعال ser و estar و tener. رابع حاجة عندي هنستخدمها expresar finalidad. يعني expresar finalidad تعبير عن الغاية والهدف. خامس حاجة هنتعلمها النهاردة utilizar correctamente las proposiciones a, d, n. هنتعرف الفرق بين حروف الجر a و d و n. Primero vamos a hacer una revisión de la familia. أول حاجة هنتعلمها النهاردة هنعمل مراجعة بسيطة عن la familia عن العيلة. Esta es mi familia. عائلتي. تتكون من إيه العائلة؟ La familia se compone de abuela, abuelo, padre, madre, hermana, hermano, yo, tío, mujer. Tío يعني العم أو الخال ومujer يعني زوجته. Sobrino, sobrina. Sobrino يعني ابن الأخ. Sobrina يعني بنت الأخ. تمام. عندي بعد كده ميمبروس دي لا فاميليا أعضاء العائلة. أول حاجة عندي أبويلو. أبويلو يعني إيه؟ أبويلو يعني الجد. وأبويلا يعني الجد. إحنا تعرفنا قبل كده إن بحول المذكر المؤنث إزاي. إذا كانت الكلمة بتنتهي بالأو بشيل الأو وأحط أ. تمام. بادري. بادري يعني الأب. مادري يعني الأم. إيخو يعني الابن. إيخا يعني الابنة. إرمانو يعني الأخ. إرمانا يعني الأخت. تيو يعني العم أو الخال. تيا يعني العم أو الخالة. بريمو يعني ابن العم أو ابن الخال. بريما يعني بنت العم أو بنت الخال. سوبرينو يعني ابن الأخ أو ابن الأخت. سوبرينا يعني بنت الأخ أو بنت الأخت. نيتو يعني إيه؟ حفيد. نيتا يعني حفيدة. ماريدو يعني الزوج. ماري مخير يعني الزوج. دي لوس ميمبروس دي لا فاميليا أعضاء العيلة. طيب ما أجي أستخدم أو أعبر عن أعضاء العيلة هنستخدم عندي فعل تينير. زي ما خدنا قبل كده فعل تينير معناه إيه فعل تينير؟ فعل تينير معنى يمتلك. كومو سي كونخوجا في بيربو تينير؟ زي بصرفه؟ Yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. يبقى verbo tener, هصرفه ازاي؟ Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. ده الverbo اللي هنستخدمه في expresar la familia أو السؤال عن العيلة. بيدير إدار informaciones sobre la familia. طلب وإعطاء معلومات عن العيلة. ما أجي أسأل عن عيلة أقول إيه؟ Quantas personas tiene tu familia؟ Quantas personas tiene tu familia؟ يعني إيه quantas personas tiene tu familia؟
كوانتاس بيرسوناس تيني تو فاميليا، يعني كم أشخاص في عيلتك أو كم أشخاص تمتلكها عائلتك. كوانتاس لوحدها بمعنى كم للعدد، بيرسوناس أشخاص، وتيني تو فاميليا تمتلكها عائلتك. عندي ممكن أجاوب بطريقتين، ممكن أقول مي فاميليا تيني سينكو بيرسوناس، بادري مادري دوس هرمانوس إيو. يعني إيه؟ مي فاميليا تيني سينكو بيرسوناس، عائلتي بها خمس أشخاص. وعدد الخمس أشخاص مين هم؟ بادري الأب، مادري الأم، دوس هرمانوس أخين إيو. يبقى كده عندي كام شخص؟ سينكو بيرسوناس. أو ممكن أقول الإجابة بطريقة تانية، يو تينجو سينكو ميمبروس، أنا أمتلك خمس أعضاء للعائلة، وعددهم زي ما قلت بادري مادري دوس هرمانوس إيو. بريجونتار يا بلار دي لا فاميليا، إزاي أسأل وأجاوب عن العيلة. لو جالي سؤال قال لي تينيس هرمانوس، يعني إيه تينيس هرمانوس؟ تينيس هرمانوس، هل لديك إخوة؟ لو هجاوب بالإجابة هقول إيه؟ سي يو تينجو هرمانوس، نعم لدي إخوة. نو يو نو تينجو هرمانوس، لا أنا ليس لدي إخوة. في حالة النفي زي ما اتعلمنا قبل كده بكرر النو مرتين، نو بنفي فيها الجملة، والنو التانية بكررها قبل الفعل. النو التانية قبل الفعل بتساوي بالإنجليزي نوت. يبقى يو نو نو يو نو تينجو هرمانوس، أنا ليس لدي إخوة. طب لو جه قال لي كوانتوس هرمانوس تيينس، كوانتوس هرمانوس تيينس، كم عدد إخواتك؟ يو تينجو دوس هرمانوس y tres hermanas، أنا عندي إيه؟ أخين y tres hermanas، وتلات إخوات بنات. طب لما يجي يسألني يقول لي tienes tíos، tienes tíos، هل لديك عمام أو خلان؟ لو هجاوب بالإجابة هقول sí yo tengo tíos، نعم لدي عمام أو خلان. no yo no tengo tíos، لا ما عنديش عمام أو خلان. طب لما يجي يسألني كوانتوس تيوس تيينس، كوانتوس تيوس تيينس، كم عدد العمام؟ يو تينجو تريس تيوس، عندي تلات عمام، يونا تيا وعمة واحدة. بعد كده هندرس حاجة اسمها الاستادو سيبيل. الاستادو سيبيل يعني ايه الاستادو سيبيل؟ الاستادو سيبيل يعني الحالة الاجتماعية. الاستادو سيبيل يعني ايه الحالة الاجتماعية؟ عندي أربع حالات اجتماعية. أول حاجة كلمة سولتيرو، سولتيرو، سولتيرو يعني أعزب. طب لو عايز أنسها هتبقى سولتيرا، سولتيرا. كلمة كاسادو، كاسادو، كاسادو يعني متزوج، كاسادو يعني متزوج. طب لو أنسها هتبقى كاسادا، كاسادا. ديبورسيادو، ديبورسيادو يعني إيه ديبورسيادو؟ ديبورسيادو يعني مطلق، ديبورسيادو يعني مطلق. طب لو هنسها تبقى إيه؟ تبقى ديبورسيادا، ديبورسيادا. كلمة بيودو، بيودو يعني أعزب، بيودو يعني أرمل، بيودو. طب لو هنسها تبقى إيه؟ بيودا، بيودا. يبقى عندي سولتيرو أعزب، كاسادو متزوج، ديبورسيادو مطلق، بيودو أرمل. طيب لما يجي سؤال يقول لي استا كاسادا تو هرمانا، يعني استا كاسادا تو هرمانا؟ هل أختك متزوجة؟ قلت نو مي هرمانا استا سولتيرا. يعني مي هرمانا استا سولتيرا؟ لا أنا أختي إيه استا سولتيرا عزباء. كومو استا تو أبويلو، كومو استا تو أبويلو، الحالة الاجتماعية لجدك. استا بيودو، استا بيودو يعني استا بيودو، استا بيودو يعني أرمل. استا كاسادو سو هرمانو، استا كاسادو سو هرمانو،
هل أخو متزوج؟ No, su hermano no está casado. Su hermano no está casado يعني إيه؟ أخو ليس متزوجاً. Está divorciado, هو مطلق. بعد كده هنتنقل las profesiones, lugar de trabajo. Las profesiones يعني المهن. Lugar de trabajo, محل العمل. طب للسؤال عن المهن بقول a qué se dedica. وهندرس مع بعض verbo dedicar, se. وما جاوب عن العمل بستخدم فعل se. هنفتكر هنفكره بنفسنا دلوقتي. دوند ترباخا أين يعمل؟ ترباخا إن يعمل في دي بستخدمها لما إيه أقول مكان لوجار دي ترباخ مكان العمل. هنتعرف على لاست بروفيسيونز. أول حاجة بروفيسورا. بروفيسورا. والبروفيسورا ترباخا إن أونا سكويلا. اشتغل في مدرسة. ميديكو. ميديكو. ميديكو ترباخا in hospital. Abogado. Abogado. El abogado trabaja en oficina. Camarero. Camarero. Camarero trabaja en un restaurante. Contable. Contable. Contable trabaja en banco. Secretaría. Secretaría. Secretaría trabaja en despacho. Despacho y animacta. Informático. Informático. Informático y animandes computer trabaja en cibercafé. Ama de casa. Ama de casa. Rabak Manzel trabaja en casa. Taxi, taxista, taxista, taxista trabaja en un taxi. عندي ايه las profesiones. Abogado, abogado يعني محامي ولو هأنسها هتبقى كلمة abogado. Médico, médico طبيب ولو هأنسها هتبقى médica. Profesor, مدرس, profesor, مدرس. ولو هأنسها تبقى بروفيسورا. كاماريرو. كاماريرو يعني غارسون. ولو هأنسها هتبقى كاماريرا. انفورماتيكو. انفورماتيكو مهندس كمبيوتر. ولو هأنسها تبقى انفورماتيكا. تاكسيستا. تاكسيستا يعني سواق تاكسي. سكرتاريو. سكرتاريو. ولو هأنسها تبقى سكرتاريا. كونتابلي. كونتابلي يعني محاسب ودي تمشي مذكر ومؤنث. كونتابلي تمشي مذكر ومؤنث. فارماسيوتيكو. فارماسيوتيكو. فارماسيوتيكو يعني صيدلي ولو هأنسها تبقى فارماسيوتيكا. أما دي كاسا. أما دي كاسا ربات منزل. أركيتكتو. أركيتكتو يعني مهندس معماري ولو هأنسها تبقى أركيتكت. كوسينيرو. كوسينيرو يعني طباخ ولو هأنسها تبقى كوسينيرا. بنتور. بنتور يعني رسام ولو هأنسها تبقى بنتورا. بريوديستا. بريوديستا يعني صحفي ودي تمشي مذكر ومؤنث. نتنقل اللي بعده. طيب عندي فعلين، فعل ديديكارسي وفعل سير. ديديكارسي كومو سي كونخوجا بيربو ديديكارسي. احنا عارفين ان بيربو ديديكارسي من الافعال المنعكسه اللي لما بصرفها الاول بصرف ضمير سي. فالسي ده بصرفه ازاي؟ بصرفه مع اليوب يبقى مي مع التو تي مع الاي اوستيد سي نوسوتروس نوس بوسوتروس اوس ايوس ايوس اوستيد سي. طيب انا عايز اصرف الفعل ان صرفت ضمير سي. بعرف الفعل مجموعة اولى ولا تانية ولا تالتة. ار يبقى ايه؟ بريمير جروبو مجموعة اولى يبقى بياخد نهاية المجموعة الاولى. يبقى البربو ديديكارسي يو مي ديديكو تو تي ديديكاس الاي اوستيد سي ديديكا
nosotros nos dedicamos, vosotros os dedicáis, ellos, ellas, ustedes se dedican. El فعل dedicarse بستخدمه للسؤال عن para preguntar por la profesión, للسؤال عن المهنة أو الوظيفة. إنما لما أجي أعبر عن المهنة والوظيفة بستخدم فعل تأسير. وفعل سير زي ما عرفنا قبل كده سير بمعنى يكون. تصريفه كومو سي كونكوجا يو سوي تو إيرس إل إي أستاد إس نوسوتروس سوموس بوسوتروس سويس إيوس إيس أستادس سون. يبقى بارا بريجونتار بور لا بروفيسيون أوتيليزاموس الفيربو ديديكارسي. Y para expresar o decir la profesión, utilizamos el verbo ser. Vamos a verlo con ejemplos. Preguntar y expresar la profesión. Eso es lo que está bien en él. Para preguntar por la profesión, digamos, ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Yo soy profesor. ¿A qué te dedicas? يعني إذا تعمل Yo soy profesor أنا أعمل مدرس. ¿A qué se dedica tu padre? ¿A qué se dedica tu padre? ماذا يعمل والدك؟ Mi padre es médico. Mi padre es médico. والدي دكتور. ¿A qué se dedica tu madre? ¿A qué se dedica tu madre? ماذا تعمل والدتك؟ Mi madre es ama de casa. يعني mi madre es ama de casa. والدتي ربة منزل. ¿A qué se dedica tu hermano? ¿A qué se dedica tu hermano? يعني ماذا يعمل أخوك؟ Mi hermano es estudiante. أخويا يعمل إيه؟ طالب. Lugar de trabajo, محل العمل. مكان العمل. عندي أول حاجة أوفيسينا. أوفيسينا. أوفيسينا يعني مكتب. ريستورانتي. ريستورانتي. ريستورانتي يعني مطعم. فارماسيا. فارماسيا. فارماسيا يعني صيدلية. سيبر كافيه. سيبر كافيه يعني سايبر. أوسبيتال. مستشفى، إمبريسا، إمبريسا، شركة، كاسا، منزل، نستيتوتو، نستيتوتو يعني معهد، إسكويلا، إسكويلا يعني مدرسة، تاكسي، تاكسي، معروفة، نية تاكسي، ديسباتشو، ديسباتشو يعني مكتب، بريوديكو، بريوديكو يعني جريدة. Para expresar lugar de trabajo عشان نعبر عن مكان العمل بستخدم فعل trabajar. Trabajar يعني trabajar يعني يعمل. ¿Cómo se conjuga? Yo trabajo. Tú trabajas. Él, ella, usted trabaja. Nosotros trabajamos. Vosotros trabajáis. Ellos, ellas, ustedes trabajan. Preguntar y decir el lugar de trabajo. سؤال وقول محل العمل. أو dónde. يعني دوندي زي ما خدنا قبل كده دوندي يعني أين دوندي ترباخس دوندي ترباخس أين تعمل يو ترباخو نونا سكويلا أنا أعمل في مدرسة دوندي ترباخا تو بادري دوندي ترباخا تو بادري أين يعمل والدك مي بادري ترباخا نونا سبيتال والدي يعمل في مستشفى دوندي ترباخا تو مادري دوندي ترباخا تو مادري أين تعمل والدتك؟ مي مادري ترباخا إنون رستورانت. والدتي تعمل في مطعم. دوندي ترباخا تو إرمانو؟ دوندي ترباخا تو إرمانو؟ مي إرمانو ترباخا إنون ديسباتشو. يعني إيه؟ أخويا يعمل في مكتب. Hasta ahora terminamos con la revisión de la familia. لغاية هنا انتهينا من مراجعة la familia y las profesiones. Y ahora comenzamos con la casa con la señora Shaimen. ودلوقتي هنكمل درس الحصة اللي فاتت الوحدة بتاعت la casa, el manzi. Hola, bienvenido a la clase de español.
مرحبا بكم في حصة اللغة الأسبانية para segundo curso de secundaria للصف الثاني الثانوي. هنكمل مع بعض درس لاكاسا. هنبتدي أول حاجة مع ننقل الشريحة ونبص على الشريحة اللي بعديها. أول حاجة هنسأل سؤال صغير من الحصة اللي فاتت، كومو استو كاسا؟ نبص هنا على أداة الاستفهام كومو. كومو معناها كيف، وبستخدمها عشان أسأل عن الوصف. كيف يكون منزلك أو ما وصف منزلك؟ طب أنا عايزة أعمل جملة عشان أوصف بيتي. أول حاجة بستخدم الفاعل اللي هو ميكاسا، بعد كده أي حاجة بوصفها باستخدام بيربو سير. طب نراجع بسرعة كده على تصريف بيربو سير. سير اللي هو يكون، كان يو سوي تو إيرس إل إس نوسوتروس سوموس بوسوتروس سويس أيوس سون. ميكاسا هتاخد أنهي تصريف في دول؟ هتاخد إس. يعني أنا عشان أعمل جملة عشان أوصف بيتي هقول ميكاسا إس، وبعدها من أي صفة أنا حافظها ممكن أستخدمها. مثلا ممكن أقول ميكاسا إس جراندي، أنا بيتي كبير، أول صفة موجودة عندي. ميكاسا إس بونيتا، أنا بيتي جميل. ميكاسا إس مودرنا، أنا بيتي حديث. ونلاحظ هنا إن عشان كلمة ميكاسا مؤنثة الصفة تتبع الاسم اللي هو ميكاسا، فبقت كلمة بونيتا مؤنثة زيها، وكلمة مودرنا مؤنثة زيها، وأي صفة تانية ممكن أستخدمها عادي، بشرط إن هي لو كانت في الصيغة المذكرة زي مودرنو مثلا لازم أحولها تبقى مؤنثة عشان الفاعل بتاعي هنا ميكاسا مؤنث. ميكاسا إس لومينوسا، يعني أنا بيتي بيدخله الشمس، بيتي منور وبيتي جميل. ننتقل بقى للشريحة اللي بعدها. أوسو دي فيربوس، عايزين نراجع مع بعض استخدام بعض الأفعال. أول فعل عندنا بيربوسير اللي لسه قايلين تصريفه حالا. بيربوسير معناه يكون، وعادة بيجي وراه صفة. ليه؟ لأن أنا بستخدم بيربوسير بارا ديسكريبير عشان أوصف أي شيء. سي أوسا بارا ديسكريبير كون أدخيتيبوس، بستخدمه عشان الوصف وبستخدم معاه صفات، زي بور إخيمبلو الجملة اللي عندنا ميكاسا إسبونيتا، أنا منزلي جميل. البربو التاني بربو استار، استار برضو معناه يكون. ايه ده؟ طب احنا كده اتلخبطنا. طب ما في عندنا سير معناه يكون وستار معناه يكون. لا، سير ليه استخداماته زي الوصف، واستار ليه استخدامات تانية. بستخدم استار بارا لوكاليزاسيون عشان احدد مكان اي شيء، ودايما بيجي وراه لوجار او مكان. اهو سي اوسا بارا لوكاليزار كوساس ان الاسباسيو، بستخدمه عشان احدد اماكن اشياء موجوده. بور اخيمبلو على سبيل المثال، ميكاسا استا ان اليخاندريا، انا عشان احدد مكان بيتي قلت منزلي موجود او يوجد في الاسكندريه. وممكن اشيل كلمه اليخاندريا دي واحط اي محافظه تانية، زي مثلا ميكاسا استا ان جيزا، ميكاسا استا ان الكايرو، براحتي. الفيربو التاني هو فيربو تنير. تنير معناه يملك، ودايما او عادة بيجي وراه نومبري، بيجي وراه اسم. سؤوسا بارا اكسبريسار الكونتينيدو، وبستخدمه عشان اقول محتوى اي شيء، يعني هو معناه يملك ومعناه برضو يحتوي على. زي على سبيل المثال ميكاسا تييني تريس ابيتاسيونس، انا منزلي يحتوي على ثلاث غرف. تمام كده. ننتقل للشريحة التالية. طيب احنا خدنا تنير عشان يعبر عن محتوى المنزل. طيب ايه هي الحاجات اللي موجودة في المنزل؟ اول حاجة لازم اعرف ابيتاسيونس دي لا كاسا، اسامي الغرف او الغرف الموجودة في المنزل. اول حاجة الدورميتوريو اللي هي غرفة النوم، بعديها لا سالا دي ستار. لا سالا دي ستار، لا سالا دي ستار هي غرفة المعيشة زي ما انتم شايفين كده. سالا دي ستار موجودة قصادها، موجود فيها، تحتوي على لا تلفزيون، تحتوي على الصوفا،
تحتوي على لميسة. بعديها الصالون كوميدور، السفرة، غرفة السفرة. كمان لا كوسينا، المطبخ. وكمان الكوارتو دي بانيو، الحمام. دي كده أسامي لاس أبيتاسيونيس دي لا كاسا. ننتقل للي بعدها، الدورميتوريو. تعالوا ناخد أوضة أوضة بقى ونبتدي نشرح الأوضة دي موجود فيها إيه، ويا ترى أنا هقدر أعمل جملة إزاي عشان أعبر عن محتوى الغرفة دي. الغرفة الأولانية هي الدورميتوريو، غرفة النوم. مي دورميتوريو إس كومودو، أنا غرفة نومي كومودو، مريحة. أنا كده وصفت الأوضة بتاعتي، يبقى أنا استخدمت أول حاجة سير، قلت مي دورميتوريو، وحطيت تصريف سير وراها اللي هو إس، وحطيت وراه صفة، ولاحظنا إن الصفة هنا كومودو آخرها أو، علشان كلمة دورميتوريو مفرد مذكر آخرها أو برضه، تمام؟ الجملة اللي بعديها استا على دريتشا ديل بانيو. استا أنا بستخدمها لإيه زي ما قلنا من شوية؟ قلنا بستخدمها بارا لوكاليزاسيون عشان أحدد مكان. طب أنا بتكلم على إيه؟ بتكلم على الدورميتوريو، على الغرفة. عشان أحدد مكان الغرفة استخدمت استا. طيب بعديها إيه؟ بعديها على دريتشا ديل بانيو، على يمين البانيو، على يمين الحمام. بعديها عايزة أقول محتوى الأوضة، يبقى أنا هستخدم إيه؟ هستخدم تينير، هقول مي دورميتوريو تييني، غرفتي تحتوي على، ونبتدي بقى نستخدم الكلمات اللي موجودة تحت قدامنا. مي دورميتوريو تييني أونا كاما، غرفة نومي تحتوي على سرير. مي دورميتوريو تييني أون أرماريو، غرفة نومي تحتوي على دولاب أو فيها دولاب. مي دورميتوريو تييني أونا لامبرا، غرفة نومي تحتوي على أباجورة أو لمبة. مي دورميتوريو تييني أونا ميسيتا دي نوتشي، يعني غرفة نومي تحتوي على إيه؟ على كوميدينو. يبقى أنا كده باستخدام الكلمات، باستخدام الجراماتيكا اللي أنا اتعلمتها، قدرت أعمل أكتر من جملة. تعالوا نشوف الشريحة اللي بعد فيها إيه؟ اللي بعد كده، يلا بينا. لا سالا دي ستار، لا سالا دي ستار اللي هي غرفة المعيشة. تعالوا يلا نقرأ الجملة سوا. لا سالا دي ستار إس جراندي، يبقى احنا بدأنا هنا في لا سالا دي ستار، عملنا ايه؟ وصفناها، استخدمنا سير لا سالا دي ستار إس، وحطيت وراها صفة اللي هي جراندي، يبقى غرفة المعيشة بتاعتي جراندي، كبيرة. طب الجملة التانية، عايزة أحدد مكان لا سالا دي ستار، هستخدم استا. لا سالا دي ستار استا على دريتشا ديل دورميتوريو، غرفة المعيشة تكون على يمين غرفة النوم. طيب آخر فعل عندي تييني، اللي هو بستخدمه عشان أعبر عن محتوى لا سالا دي ستار. تعالوا نبص سوا كده على الجملة هنقولها إزاي. لا سالا دي ستار تييني، تييني إيه؟ غرفة المعيشة بتحتوي على الكلمات اللي قدامنا دي، مثلا لا سالا دي ستار تييني أونا بوتاكا، فيها كرسي بمسند. لا سالا دي ستار تييني أونا ميسا، غرفة المعيشة تحتوي على ترابيزة. لا سالا دي ستار تييني أون فنتيلادور، تحتوي على مروحة. لا سالا دي ستار تييني أون صوفا، غرفة المعيشة تحتوي على صوفا. ونلاحظ إن كلمة صوفا آخرها حرف آه، بس خلوا بالكوا كلمة صوفا مش مؤنثة، كلمة صوفا ماسكولينو مذكرة، قبلها الأداة أون. لا سالا دي ستار تييني أونا تلفزيون، غرفة المعيشة تحتوي على تلفزيون. لا سالا دي ستار تييني أون سيون، غرفة المعيشة تحتوي على كرسي كبير. تعالوا نشوف الشريحة اللي بعدها عشان نشوف هنقدر نوصف ونقول مكان الحاجة بتاعتنا أو الغرفة بتاعتنا، وكمان هنقول محتوى الغرفة بتاعتنا. دلوقتي قدامنا الكوارتو دي بانيو، الكوارتو دي بانيو الحمام. تعالوا نوصف الحمام أول حاجة، هستخدم إيه؟ هستخدم فيربو سير. الكوارتو دي بانيو إس بيكينيو، الحمام إيه؟ بيكينيو يعني صغير. نلاحظ هنا إن كلمة بيكينيو آخرها أو، هي ماسكولينو، هي مذكرة. طب أنا استخدمتها مذكرة ليه؟ ما قلتش بيكينيا؟ علشان الكوارتو دي بانيو الحمام اللي أنا بوصفه هو مذكر، وإحنا لسه قايلين إن الصفة تتبع الاسم من حيث العدد والنوع. طيب الجملة اللي بعديها، استقل اسكياردا ديل دورميتوريو، موجودة على شمال غرفة النوم. يبقى تاني جملة هي حددت مكان الكوارتو دي بانيو، حددت ان الكوارتو دي بانيو
الحمام está a la izquierda del dormitorio موجود على شمال غرفة النوم. Etienne طبعا tener احنا عارفين زي ما قلنا من دقيقة ان tener بيستخدم لإيه عشان اقول المحتوى بتاع الغرفة او محتوى الشيء. El cuarto de baño tiene un lavabo الحمام يحتوي على حوض. El cuarto de baño tiene una ducha الحمام بيحتوي على دش. El cuarto de baño tiene una bañera الحمام بيحتوي على بانيو. El cuarto de baño tiene un váter تمام. نكمل بقى وصف الأوض يلا ونشوف اللي بعديها. La cocina المطبخ برضو هنمشي بنفس السيستم. أول حاجة عشان أوصف غرفة المطبخ بتاعي هستخدم فعل إيه؟ هستخدم بربوسير. La cocina es luminosa المطبخ منور أو مضيء. La cocina es grande أي صفة تعجبني بستخدمها. خلاص أنا عرفت إزاي بستخدم بعمل جملة باستخدام سير. أحط الفاعل بتاعي وأحط وراه تصريف سير المناسب لي وأحط وراه الصفة. بعدها عايزة أحدد مكان La cocina المطبخ فين. La cocina está cerca de salón comedor المطبخ موجود جنب غرفة السفرة. طب عايزة أقول المحتوى بتاع La cocina. La cocina المطبخ فيه إيه؟ La cocina tiene un frigadero في حوض. La cocina tiene una cocina de gas في بوتاجاز. La cocina tiene una lavadora في غسالة. La cocina tiene una nevera في تلاجة. يلا vamos a ver نشوف اللي بعده. تعالوا هنا بقى لير نقرا اي اوبسيرفا ونلاحظ لاس فوتوغرافياس مجموعه الصور دي. هو هنا عايز يعمل لي استرس على او يعمل لي يركز على حروف الجر الخاصه بالمكان. مثلا اول جمله الليبرو. الليبرو يعني الكتاب. استا ديتراس دي لا لامبرا الكتاب خلف الايه الاباجوره. لاحظ في الصورة إن الكتاب ورا الأباجورة أو خلف، يبقى أنا لازم أعرف أول حاجة هنا ديتراس دي يعني خلف. آدي حرف جر خاص بالمكان. طب كمان نلاحظ في الجملة دي حاجة إن أنا بستخدم حروف الجر الخاصة بالمكان دائما مع فعل استار. طب ليه؟ عشان استار دايما أنا بستخدمه لتحديد المكان، فطبيعي لما استخدم حرف جر خاص بالمكان لازم استخدم استار عشان أحدد مكان الشيء. طيب الجملة اللي بعديها الليبرو استا انسيما دي لا ميسا الكتاب موجود قدامنا فين؟ انسيما دي يعني فوق. يبقى انا خدت في الصورة الاولانية كلمة ديتراس دي يعني خلف، في الصورة التانية كلمة انسيما دي يعني فوق، ادي تاني حرف جر. طب تعالي نشوف الجملة التالتة والصورة الليبرو استا ديباخو دي لا ميسا يبقى الكتاب المرة دي فين؟ ديباخو دي يعني تحت. debajo de la mesa يعني تحت الترابيزة. الصورة اللي بعد كده الموبيل استا delante del libro الموبايل موجود فين هنا؟ delante de يعني أمام الكتاب. الجملة اللي تحت الليبرو استا entre la lámpara y el vaso يعني الكتاب موجود ما بين ايه وايه؟ موجود ما بين la lámpara entre اي انتر يعني بين واي و بين لا لامبرا الاباجوره اي الباسو والفازا الكوبايه عفوا بردونا. الجمله اللي بعد كده الليبرو استا ان لا مانو ديريتشا الكتاب موجود في الايد اليمين. طب اللي بعديها الليبرو استا ان لا مانو اسكييردا الكتاب موجود في الايد الشمال او في اليد الشمال. واخر جمله معانا الليبرو استا على لادو ديل صوفا بجانب الكتاب موجود بجانب الصوفا بجانب الكنبه. طب تعالوا نعمل استرس مع بعض على حروف الجر. تمام. طيب في عندي قاعده سهله جدا 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 صغيره قدامكم هنا.
نلاحظها، عندي حرفين جر، حرف الجر أ اللي هو معناه إلى، وحرف الجر د اللي هو معناه من. حرفين الجر دول إذا جاء بعدهم أداة المعرفة ال لازم أعمل دمج ما بينهم، فأ هدمجها مع ال هتبقى بتساوي ال. زي إيه مثلا؟ الليبرو استا على لادو ديل سوفا، الكتاب بجانب الكنبة. طب اللي تحتيها دي هدمجها مع ال ال هتساوي دل. زي ايه؟ بور اخيمبلو على سبيل المثال، الليبرو استا ديلانت ديل ديلا ميسا مثلا، الكتاب ديلانت ديلا ميسا قدام الترابيزة، او ديلانت ديل ليبرو قدام كتاب تاني، كتاب اخر. تمام. طيب تعالوا نشوف الشريحة اللي بعدها. لا فيناليداد، يعني ايه فيناليداد؟ كلمة فيناليداد بتعبر عن الهدف او الغرض من استخدام اي شيء. احنا عندنا في المنزل مجموعة حاجات، مثلا على سبيل المثال كلمة لاكاما، لاكاما اللي هو السرير. طب يا ترى انا بستخدم السرير ده في ايه؟ طب انا عشان اعبر عن لا فيناليداد لازم استخدم استركتورة معينة، لازم استخدم صيغة معينة. طيب تعالوا نبص اول حاجة، الصيغة دي هي ايه؟ بستخدم اس او سيربي واحط وراها ارا، واحط وراها الفعل في المصدر. زي مثلا الاخيمبلو اللي بالازرق تحت، عندنا أول مثال لا كاما إس بارا دورمير، السرير يكون أو يستخدم من أجل النوم. ممكن بدل ما استخدم إس استخدم كلمة سيربي، لا كاما سيربي بارا دورمير. تمام. طب ده كده لو أنا هقول جملة هعبر عن جملة بارا إكسبريسار فيناليداد، عشان أعبر عن الفيناليداد. طب أنا لو عايزة أسأل الغرض من استخدام السرير ده إيه؟ هسأل ازاي؟ بارا كي اس، اول جملة عندنا باللون البمبي بارا كي اس او بارا كي سيربي، فيما يستخدم. طب بارا كي اس بحط وراها اسم مفرد، انما بارا كي سيربي بحط وراها اسم مفرد. طب لو انا عندي اسم جمع هغير سيربي لسيربن، بارا كي سيربن مثلا الارماريو الى السوفا. طيب تعالوا نشوف مثال على السؤال ده، para que es el lavabo، فيما يستخدم الحوض، او para que sirve el lavabo، الاثنين صح. طيب para expresar finalidad، عشان اعبر عن الهدف او الغرض من استخدام الشيء، هعبر بالجمله المثال اللي عندي ده، el lavabo sirve para lavarse las manos، حوض الحمام يستخدم في غسل اليدين. تمام. طيب تعالوا نقرا الاخيمبلوس اللي تحت واحده واحده كده. اول مثال احنا قريناه اللي هو لا كاما اس بارا دورمير، السرير بستخدمه عشان انام. طب المثال اللي بعده، السوفا اس بارا ديسكانسار، الكنبه بستخدمها عشان ارتاح، او السوفا سيربي بارا ديسكانسار. لا نيفيرا الثلاجه اس بارا كونسيرفار لا كوميدا، الثلاجه بستخدمها عشان احفظ الاطعمه. الارماريو اس بارا غواردار لا روبا، الدولاب يستخدم لحفظ الملابس او لحمايه الملابس. يبقى انا ممكن استخدم اس صح، ممكن استخدم سير ببارا. نعمل استرس صغير هنا على كلمه بارا، بارا من اجل، بعد بارا يا جماعه لازم يبقى فيربو ان انفينيتيفو، ادور على فعل في المصدر، ما ينفعش احط فعل متصرف بعد بارا ابدا. يبقى بارا لازم احط وراه ايه؟ فيربو ان انفينيتيفو، وهي بارا دورمير اخرها اي ار مجموعه ثالثه، بارا ديسكانسار اخرها ار مجموعه اولى، بارا كونسيرفار اخرها ار مجموعه اولى، بارا جواردار مفيش فعل فيهم متصرف، يبقى بعد بارا لازم احط فيربو ان انفينيتيفو. تعالوا نبص على الشريحه اللي بعدها. بعد كده عندنا عندنا قطعه صغيره كده، تعالوا نقراها سوا. ليه استاتيكسو سوبري لاس كاساس ان اسبانيا، اقرا النص عن المنازل في اسبانيا.
En España, في إسبانيا, las familias no son muy grandes. العائلات مش كبيرة قوي. Y la gente vive normalmente en pisos pequeños. والناس عادة بتعيش في شقق صغيرة. Una casa normal, منزل عادي, tiene entre 65 y 90 metros cuadrados. يعني المنزل العادي بيبقى حوالي من 65 إلى 90 متر مربع. Dos o tres dormitorios, غرفتين أو ثلاث غرف. No muy grandes, مش كبار قوي. Salón وصالون. Cocina, مطبخ. Y uno o dos baños, واحد أو حمامين. حمام واحد أو حمامين. Algunos pisos tienen terraza. بعض الشقق بيبقى فيهم تراس، تراس أو بالكون أو بالكونة. التراس والبالكون قريبين من بعض، بس التراس بتبقى فيها ترابيزة وكراسي بتبقى أكبر شوية. Las familias están siempre en el salón. العائلات دائما بيقعدوا أو بيكونوا متواجدين في الصالون. Allí ven la televisión، وهناك بيشاهدوا التلفاز. Leen، بيقرأوا. Hablan، يتحدثوا. Toman café، يتناولوا القهوة. O descansan، أو يستريحوا. También reciben a sus invitados، وأيضا يستقبلوا ضيوفهم. En esta habitación، في هذه الغرفة. Las cocinas، المطابخ. Normalmente عادة son modernas، عادة بتكون حديثة. Y tienen todas las máquinas، وفيها كل الماكينات. زي الماكينات لافادورا، الغسالة. نيبيرا، التلاجة. لافا بلاتوس، غسالة الأطباق. ميكرو أوندس، المايكروويف. كومو لاس كاسا سون بيكينياس، عشان المنازل صغيرة. لا جنتي نو تييني موتشو موتشوس مويبلس، الناس ما عندهمش عفش كتير. إي لاس أبيتاسيونيس، والغرف أو الصالون، والصالون نورمالمنتي سون سنسيوس، عادة بيكونوا بسطاء. Las familias que tienen niños pequeños، العائلات اللي عندهم أطفال صغيرين. Sueñan con vivir en una، عشان يكون عندهم مساحة أكبر. Y un pequeño jardín، وحديقة صغيرة. El problema es que las casas en España son muy caras. المشكلة هي إن المنازل في أسبانيا غالية جدا. كلمة كارة يعني غالية. تعالوا نشوف الأسئلة اللي بعديها على الشريحة. ننتقل بقى للشريحة اللي بعدها. En cuatro frases، في أربع جمل، escribe las diferencias con una casa en Egipto. في أربع جمل عايزين نكتب الفروق أو الاختلافات ما بين المنازل في مصر والمنازل في أسبانيا. أول حاجة، إن Egipto la familia y las casas son grandes، في مصر العائلة والمنازل كبيرة. Número dos. Tienen dos o tres dormitorios grandes. بيبقى فيهم غرفتين أو ثلاثة كبار. Un o dos baños. حمام أو حمامين. Una cocina. مطبخ. Una sala de estar. غرفة معيشة. Un salón. أو صالون. Un comedor. غرفة سفرة. Y un balcón وبالكونة. Número tres. Mucha gente prefiere tener muchos muebles. الناس كتير جدا بتفضل ان يبقى عندها عفش كتير في المنزل. ده على عكس دولة اسبانيا، يبقى العفش او المويبلوس، الاساسات، سنسيوس، بتبقى بسيطة. Número cuatro. También las cocinas son modernas. ايضا المطابخ حديثة. Y tienen todas las máquinas. وبرضو فيها كل الالات، الماكينس، الماشينز او المآلات. كومو، مثل لافادورا، الغسالة. نيبيرا، التلاجة. لافا بلاتوس، غسالة الأطباق. اتسترا إلخ. يلا نشوف الشريحة اللي بعدها. اخرسيسيوس، تعالوا نحل مع بعض شوية. يلا نفتح التدريب كله. ليه السجيانت تكستو، اقرأ النص التالي. ميامو هدى، أنا اسمي هدى. Soy estudiante، أنا طالبة. Mi padre trabaja en una escuela como secretario del director. بابايا بيشتغل في مدرسة سكرتير للمدير. Y mi madre es profesora، والدتي مدرسة.
Vivo en una villa en octubre. أنا عايش في فيلا في أكتوبر. Mi casa es grande. Tiene cuatro habitaciones. بيتي كبير وفي أربع غرف. Dos baños. حمامين. Y una cocina ومطبخ. Mi habitación está a la izquierda del salón. غرفتي على شمال الصالون. Está delante de la habitación de mi hermana Hadir. هي قدام غرفة أختي هدير. La habitación de Samar, mi hermana mayor, غرفة أختي سمر, أختي الكبيرة, está al lado del baño, بجانب الحمام. Mis abuelos viven en un pueblo. جدي أو تيتا وجدو عايشين في قرية. Viven en una casa de campo, عايشين في بيت منزل ريفي. A veces, أحيانا, vienen a visitarnos, أحيانا بيجوا يزورونا. Mi tío vive cerca de nosotros, عمي عايش قريب منا. Él vive en un edificio muy moderno, هو عايش في مبنى حديث. يلا نكمل القطع الشريحة اللي بعدها. تمام. Elige la respuesta correcta. هنختار الإجابة الصحيحة. التكستو قبل بدي. النص ده كان بيتكلم عن إيه؟ كان بيتكلم على أوناكاسا، على منزل. السؤال الثاني. أكيسي دي ديكا البادري. الأب بيشتغل إيه؟ كان بيشتغل سكرتاريو. برافو عليكو. تمام. الأب كان بيشتغل سكرتاريو. هودا فيفي إن أونا. هودا عايشة في هدى كانت عايشة فين؟ نفكر كده. أيوة برافو عليكو. تمام. إن أونا فيا. دوندي استالا أبيتاسيون دي هدى. فين غرفة هدى؟ يلا مين شاطر يقولي. برافو عليكو. تمام. الإجابة تمام. على إسكييردا ديل سالون. Finalmente terminamos nuestro clase. Hasta la vista. Nos vemos la semana próxima, si Dios quiere. أخيرا بننهي حصتنا النهاردة. إلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله مع حصة اللغة الأسبانية. وكان مقدم الحصة النهاردة وكان مشارك فيها سينيورا نهاد فاروق، سينيور محمد مطاوع، سينيورا ريم رضوان، وسينيورا شيماء محمد. نشكركم لتواجدكم معنا. شكراً.